وأخيرا هتخسي بـ5 كيلو في 7 أيام وبس. الوصفة دي أخذوها عننا الأطباء، ولكن صدقوني بسببها أنا خسيت النص، وكل اللي هيجربها كمان هيخس كتير جدا. أول حاجة بتجيبي كوباية، وبنستخدم في وصفة النهاردة مكونين سحريين. أول مكون هو البان الذكر، المكون التاني هنعرفه في آخر الفيديو إن شاء الله. أول حاجة هننزل بالبان الذكر، ولكن مش كتير علشان تقدري إن أنت تشربيه، لأن طعمه بيكون مر شوية. لبان الذكر هتشتريه من عند أي عطار رخيص جدا، بـ5 جنيه هتجيبي كمية كبيرة جدا، يعني في الأسبوع ممكن تجيبي بـ10 جنيه هيقضيكوا الأسبوع كله. هنستخدم معلقة صغيرة جدا من عسل النحل الأبيض، ممكن تستغني عنها لكن أنا بستخدمها علشان تقدروا تشربوه. وهننزل بالمية المغلية، هنقلب كويس جدا. الوصفة بتاعت النهاردة تنفع لها حاجتين هنعرف دلوقتي. هنغطي الكوباية ونسيبها لمدة 10 دقايق بالظبط. وهنا بعد 10 دقايق، بعد ما البان الدكر داب كويس جدا في المية المغلية، هديله تقليبة بتلاقيه لونه أبيض كده وبقى دايب. بالطريقة دي قبل أي حاجة تقدري تشربيها لأطفالك كمان، هيموت أي حاجة في جسمهم، أي حاجة بقى أنت شاكة إن هم عندهم ديدان هيموتها. أما المكون السحري بقى لوصفة النهاردة الليمون، بقى المكون السحري التاني لينا النهاردة هو الليمون، بنعصره مع البان الدكر، وتشربي الكوباية دي مرة على الريق الصبح أول ما تصحي من النوم قبل الفطار بساعة، ومرة تانية الساعة 7 المغرب، وبعد ما تشربيها بالليل يعني بعد الساعة 7 المغرب ما تاكليش خالص. بصي بقى صدقيني انت هتخسي فعلا بـ5 كيلو في الاسبوع. واهم حاجه الميه، اقل حاجه تشربيها في اليوم 7 لتر من الميه، اكيد مش مره واحده، لكن ممكن كل ربع ساعه تشربي كوبايه ميه زي دي. طيب واحده هتقولي طب يا اسراء، لو انا شربت الكوبايه دي الساعة 7 المغرب وحسيت ان انا جعانه اعمل ايه؟ هقولك اتعشي باي ثمره فاكهه، او كمان اللي يستحسن جدا الخيار، كلي خيارتين وبس كده بقى انت اتعشيتي. وصدقيني من غير ادويه انت فعلا فعلا هتخسي النص بالطريقه دي. اعتمدي الكوبايه ديت مع الخيار والميه، وانت فعلا هتحققي ان انت تنزلي نص كيلو من وزنك كل يوم او كيلو. اما بقى هقول لك معلومه على المشي هتنفعك جدا جدا. اولادك بقى كل يوم بعد الفطار شربيهم كوبايه لبان دكر بميه مغليه، وزودي العسل النحل من غير بقى ليمون ولا اي حاجه وشربها لهم. صدقيني هتموت اي ديدان في بطنهم وهتطهر بطنهم جدا جدا. اعتمديها، وما تنسيش تصلي على النبي وتشتركي في قناتي. باي باي.